السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب؟ ان شاء الله بالصحة وسلامة. مقطع اليوم حيكون فوازير رمضان رقم 12 مع ضيف نقدر نقول هو سبب كبير من نجاح سلسلة على مر العصور. تابعته قبل لا ابدأ السلسلة هذيك واستوحيت منه المونتاج الفخم وطريقة التحضير الفخمة. اذا انت تتابع كورة في اليوتيوب الشخص هذا مناسب ليك على طول، كذا يعطيك حلقة دسمة اللي تجيب أكل وعشان تتفرج على الحلقة تمزمز عليها. ميدوشات كورة منور القناة لأول مرة وإن شاء الله مو آخر مرة. طبعا هو مو سمعني ودحين هنروحه نفس السيستم يا أخوان ونروح للضيف حقنا الأسطورة ميدوشات كورة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيه يا عم عامل إيه؟ الحمد لله منور القناة حبيبنا ميدو. أنا تشرفت إن أنا سمعت صوتك. أنا سمعت صوتك لأول مرة في حياتي النهاردة وأنا مبسوط بصراحة يا حاج أبو عمر، وأنا الشرف ليا وكل الكلام اللي بيتقال في قعدات الجواز الصالونات ده. إن شاء الله مو آخر مرة كمان. نورت القناة ونورت الفوازير، واليوم جايبينك إن شاء الله عشان نسألك في مجالك. أنا عندك تقريبا 15-16 سؤال وعندك في الرصيد 5000 ريال. تمام، هيخلصوا كلهم. انا داخل علشان اعمل الرقم القياسي فاسرع واحد يخلصهم. الحلقه دي هتبقى مدتها 5 دقائق. في هم بيحبوا اللي زي كده، انه كل جواب غلط في جائزه تروح للمتابع. ونبدا بسم الله على طول نخش على الفوازير. السؤال اللي السؤال الاول من واحد متابع ليك وشكله بدقه شويه زياده. طبعا انا اطلب منك طلب دحين قبل السؤال، لا تطالع ورا. لا خالص. عندك لوحه مكتوب فيها اسعار اللاعبين. وانا ما اعرفش اي سعر فيه. يا نهار اسود، حط لك خيارات. هو سعر ميسي. هو في 2 ميسي. انا عايز ميسي اصلا ولا ميسي ساده؟ هو مكتوب ايش بالضبط؟ هو في نيمار ساده ونيمار بلبن، بعدين ميسي حاجه، بعدين ميسي سلوم. ايش سلوم؟ ميسي. ما بص، ميسي اصلا وميسي سلوم. في عندنا الشيشه اللي انا مش عارف انتوا بتقولوا عليها ايه. في المعسل اللي بتحط فيها ده بقى ايه، بعيدا عن الشيشه اللي بتبقى فواكه وتفاح والكلام بتاع الشباب الفميصه ده. في المعسل اللي بتحط فيه ده بتاع الناس بقى التقال، في نوعين، في نوع اسمه قص ونوع اسمه سلوم. انا ما اعرفش عنهم اي حاجه لان انا ما بدخنش اصلا، وصاحبي احمد بدوي هو اللي كاتب الليسته دي. ف ايوه صح، هنيك برضو على الاستوديو. ربنا يخليك. ما شاء الله تبارك الله، يعجبني. طيب السؤال يقول لك على ميسي سلوم. تمام، هذا حق الناس هذا ولا الثاني؟ ده يعني هو الاثنين تبع الناس التقال، بس انا ما اعرفش مين احسن من مين، بس هم غالبا بيبقوا في نفس الليفل اللي هو ايه ليفل. هو معطيك خيارات عشان يسهلها لك. ميسي سلوم سعره 270 275 277. لا 270 عشان احنا ما حطيناش خمسات. انا فاكر جي حبيبنا مهدي. اول سؤال صح. ونروح على السؤال اللي بعده ونروح للمنتخب او الوطن حقك اللي هو مصر، منتخب العزائم. واتوقع حجاوب سؤال سهل. مباراة مصر والبرازيل الشهيرة في كأس القارات 2009 كم انتهت ومين سجل الاهداف؟ طيب هو الماتش ده اللي فاكره منه انه خلص 4-3. تمام، نروح الاهداف. احمد المحمدي قرر ان هو اوت اوف نو وير كده يعمل لنا ار كي او بايده وضربه جزاء في الاخر. انا افتكر ان احنا سجل اهدافنا تقريبا محمد زيدان، ابو تريكا، ومحمد شوقي. اهدافهم هم بقى انا مش فاكر خالص، فمش عارف. في هدف مشهور ليهم، في كاكا تقريبا. حلوين. طيب انا همشي لك الجواب بس عندي حاجه. لا ممكن ما تمشوش وتكسبوا عادي. تمام، نقول مبروك لعبد المحسن اول واحد. انا داخل. بص انا دلوقتي معايا في زرار كده طلعته قدام الكاميرا، الزرار ده انا هستخدمه كتير النهارده، اسمه غلب حماري. ده بنقولها عندنا في مصر لما تبقاش عارف اي حاجه. بس هو يعني ايه، لسه بدات بشبه. بعد كده هنخش بقى في مرحله الغلب حماري دي اللي هو هنخسر كل حاجه. فمبروك عليه صراحه. جوابك قريب. زيدان هو ابو تريكا ما سجل، زيدان جاب هدفين ومحمد شوقي جاب هدف واحد. الجون بتاع زيدان كان اسيست ابو تريكا صح. عصام الشوالي قاعد يتكلم عن ابو تريكا كتير فعلقها في دماغي. تمام، مبروك عليه. مبروك عليك اول جايزه، وانت نزلت ل 4500. عسل عسل، خلي الناس تفرح.
200,000 كوينز ويفرح يا عبد المحسن ونروح على السؤال اللي بعده. بسم الله نروح على السؤال اللي بعده من حبيبنا عبد الرحمن. احلى تحيه ابو معطيك خيارات ويقول لك في كذا يعطيك خمه في الاختيارات. تمام. من هو اصغر لاعب حقق كاس العالم؟ اصغر لاعب حقق كاس العالم بلي. جواب نهائي ولا تبغى خيارات؟ ما هي ما بين بلي ومبابي فبلي بلي. ولو خسرت هو قال لي هو واحد منهم وقال لي واحد منهم حط لي اياه في الخيارات عشان تخم. ماشي انا هقول بلي مع ان انا السنه اللي كسب فيها مبابي 2018 كاس العالم كنت عامل انفوجراف كنت انفوجراف شغل انه تقريبا كان تاني اصغر لاعب. فلو طلعت صح يبقى انا فاكر صح، لو ما طلعتش صح عادي يعني الذاكره وكلنا بيجي لنا زهايمر وهنموت قريب وقشطه يعني يلا. لا انت فاكر صح وهارد حبيبنا عبد الرحمن. ونروح على السؤال اللي بعده وتبقى انت زي ما انت 4500 ريال. ونروح على سؤال حبيبنا عبد الله، سؤال حلو معلومة جديدة صراحة بالنسبة لي. أول من حقق أبطال أوروبا في النسخة الحديثة وفي خيارات. تمام. دوري أبطال أوروبا في النسخة الحديثة تقريبا بدأت سنة 90 فأنا أحتاج الاختيارات لأن أنا شاكك ما بين حاجتين. أديني شاكك بينهم كده. شاكك ما بين الميلان وبرشلونة. نيتك طيبة والله تعطيني اياهم، الضيوف الثانية ما يعطيني اياهم، يعني حط لك اياهم في اختيارات. هيكون بقى حط الثالثة استوى بوخارست بقى عشان اللي هو لاعبهم هم الاثنين بعد كده. ميلان وبرشلونة ومين؟ ميلان وبرشلونة ومارسيليا. لا مارسيليا كانت هناك في 93. طيب ما دام هي بدأت سنة 90 فاحنا نقول برشلونة لأن أول دورة بتاع أوروبا كسبه في تاريخه كان سنة 90 تقريبا. صراحة طلع هو صح. طلع الميلان. انت عندك في معلومه غلط في معلومه صح. معلومه صح برشلونه 1990. تمام. المعلومه الغلط انه تشامبيونز ليج تغير سنه 1992 93. اوه بس عادي مبروك عليه ونرفع زرار الغروب حماري عادي مفيش مشكله ندوس على الزرار. تنزل كده ال 4000 و1000 مبروك فزت معانا يا اتوقع عبد الله. اسمع عبد الله خلينا نسحب الجائزه برضو كوينز المتجر برضو. احنا في السيل النهارده يا جدعان. لا والله مش كوينز 20 ستور. ألف مبروك وهنتواصل معك عشان تعطينا الستور حقك وتوصل لك البطاقة اللي عندك وعيش يا وحش. يروح السؤال اللي بعده وسؤال نوعا ما سهل بس فيها ممكن كذا الذاكرة تخونك. كأس العالم 2010 إسبانيا وهولندا انتهت 1-0 لإسبانيا. والهدف لإنيستا. تمام. والصانع لمن؟ لا صباح الفل يا عم. ده انا كنت لسه هقول لك ان انا باوفر اتشيف لو قلت لك انه كان في الوقت الاضافي. 2010 دي كانت من 10 سنين. الصانع لمن؟ بص انا هرمي اسم. هو انا او بس انا زرار الغلوب حماري عمال ادوس عليه خلاص. الاسم ده لما انا هرمي اسم راندوم كده. سيسك فابريجاس. ما قلتليش انا بدك هترمي صح. انا هرمي صح. رميت صح. اوه يبدو ان ميدو بوما لاول مره في حياته حظه حلو. الله انا هاجي عندك كل يوم. ياسر هارد لك صح. ايوه الجواب كان فابريجاس وهارد لك ياسر. ونروح على السؤال اللي بعده لحبيبنا متعب. وهذا السؤال يعتمد 100% على الذاكره وفي قناتك شكله متابع جيد الله او انه دخل الرابط ودخل اول مقطع ما يطلبه المشاهدون. اول واحد اسم خلص؟ اسم اول حلقه من السلسله حقت ما يطلبه المشاهدون. واعطاك خيارات لو تبغاها. تبغى خيارات ولا في اجابه واثق منها؟ لا هو اولا انا هحتاج خيارات، ثانيا بس انا عايز اعتذر لمتابعينك لو بعرق شويه قدام الكاميرا انا عندي هنا درجه الحراره عاليه. لا عادي. لا 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 عادي. اول شيء الخيارات ما يطلبه الشاليط. هي دي عشان كانت حلقه بنزيما و اسمه ايه الثاني كانت حلقه بنزيما ومسعود زيد. هي دي اول حلقه. لا يعني ولا كمل خيارات. كمل خيارات بس انا اخترت دي خلاص حتى لو غلط انا احبها لان دي تبقى اول حلقه عندي. ما الميلاني المخنوق بصراحه لين دحين مخنوق. من اول حلقه لين دحين لسه مخنوق. واو من 2013 لغايه دلوقتي. مصنع الكراسي صح. لا 2013. الشاليط. جواب نهائي. جواب نهائي وهبقى سعيد لو خسرت. الله يسعد ايامك ويسعد متعب. الف مبروك يا متعب. هتبقى بتاعت جواب مصنع الكراسي صح؟ جواب صحيح مصنع الكراسي صح. جي جي
لا بس هو انا يعني شابول متعب والله انه استحمل انه ينزل لغايه اول فيديو. ربنا يكرمك يا صاحبي. 20 ستور الف مبروك. نتواصل معك وتعطينا ستورك وعيش وحش ونروح السؤال اللي بعده. من المنتخب اللي فاز بجائزه اللعب النظيف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال حلو. المنتخب اللي فاز بجائزه اللعب النظيف، هو انا اعرف المنتخب اللي طلع علشان ما لعبش نظيف اللي هو السنغال، كانت حاجه كانت حاجه ملهاش لازمه. اللعب النظيف في خيارات اللي تبغى اعطاك. هو ده ايه البرنامج اللذيذ ده؟ اديني اديني خيار، اديني في الخيارات. شفت كيف متساهلين؟ جدا. اديني خيارات. بلجيكا، انجلترا، اسبانيا. طب هو بلجيكا خدت التالت فمش هتاخد جائزتين، وانجلترا ما خدتش حاجه مع انهم قعدوا يقولوا فوتبول كامينج هوم طول البطوله، فخلينا نقول انجلترا. انجلترا صح؟ جواب نهائي؟ جواب نهائي. انت ناوي نفض على الجوائز. الف مبروك حبيبنا ايكي. اسبانيا كان هو. ايه ده ايه ده ايه ده؟ لعب النظيف ايه ده؟ ما لحقش يلعب، ده طلع من روسيا. الفيفا بتدي الجوائز دي ازاي؟ عشان كده عشان كده اخذ لعب نظيف من جد، طلع بدري بدري اسبانيا. طيب نرجع لوطنك ومنتخبك مصر. ضد مين تأهلت مصر لأول مرة بتاريخها للمونديال وأي سنة؟ طيب هو أنا أعرف أي سنة، إحنا تأهلنا سنة 34 تمام؟ بس سنة 34 كانت قارة أفريقيا كرويا نفرين وطفاية، فما تعرفش هما مين كان بيلعب، هو ما كانش في غيرنا إحنا والسودان وأثيوبيا، كنا ثلاثة بس تقريبا في القارة. في أي لا دقيقة دقيقة، في خيارات. في خيارات؟ مجموع وكان مجموع المباراة 11-2. احنا تأهلنا ب 11-2. 11-2 تخيل ابو عمر، احنا قعدنا طول بقى حياتنا يتعوض علينا ال 11 دي، ما نشوفش كاس العالم تاني. افترى. اعطيك خيارين يكفي. السودان. ايوه. وفلسطين. السودان وفلسطين. لا فلسطين ما كانتش في القاره معانا. السودان. اوكي السودان. جواب نهائي. انا جواب نهائي. والله انا ما اعرف كيف بس هو فلسطين. ايه ايه ما فلسطين مش افريقيا. فلسطين مش في افريقيا يا جدعان، احنا رحنا فين؟ هما كانوا بيأهلونا بالحب كده ولا ايه؟ ماشي انا ماشي. مبروك مبروك السؤال. انت عارف حتى لو انت عارف لو حتى لو كابتن السودان كنت هقول لك لا تدي له الجائزه عشان هي كانت القاره ضيقه خالص ساعتها. انا صراحه ده بحثت عنها موجود. فلسطين حاجه ملهاش اي. نخش على السؤال اللي بعده بس ندي الراجل جائزته. مبروك عليه ويستاهل. يستاهل بصراحه. سؤال صعب وجامد جدا. الف مبروك. 100,000 كوينز يا وحش. ألف مبروك. ونروح على السؤال اللي بعده. السؤال هذا سهل وهو كاتب لا تعطيه خيارات لأنه سهل فأتوقع هتجيب. من هو الهداف التاريخي نطلع من منتخبك نروح لناديك الإسماعيلي؟ محمد صلاح أبو جريشة. بس جيجي حمزة جيجي. أصلا السؤال أتوقع جاي من حمزة، هدية ليك. هو غالبا أساسا أبو عمر ما فيش حد غيره عندي. طيب نروح على السؤال اللي بعده من رامز. رامز رامز خش في المصارعة. طلعنا برا الكورة. باقات وأتوقع حتجيبها، ما أدري ليش كذا إحساس. من هو المصارع؟ أتوقع حتجيبها من دحين على طول. الملقب بآر ستار، ومتى آخر مرة شارك برسلمانيا؟ آر ستار؟ ريتد آر سوبر ستار. إيدج يا عم صباح الفل. إيدج 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 ريتد هو كاتب صراحة كاتب من غير الريتد دي كنا نروح في داية. كده انت صلحت له. ري ري باقي جيب متى اخر مره شارك بالريسلمانيا؟ الريسلمانيا اللي فاتت. الريسلمانيا اللي فاتت اللي هي كانت 36 2019 يعني. لا 2020 اللي هي ملعوبه من شهر ابريل وكسب راندي اورتن، كانوا الاثنين واقفين فوق عربيه كده وقام جاي مدي له واحده سبير. هو كاتب 2019 بس انت شكله جوابك كمان اصح منه. لا ده احنا بقى جايين نصحح بقى. ده احنا نقطع زرار الغلب حماري بقى يا جدع بقى. فيه ايوه خشيت في المصارعه. انت شكلك بيك فان المصارعه جدا جدا كل يوم. انت خشيت في ساحته وفرت لك كرامز. ونروح على السؤال اللي بعده ونرجع لفريقك الاسماعيلي. الاسماعيلي هو اول فريق عربي يحرز بطوله دوري ابطال افريقيا سنه 69. سؤال بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله تبارك الله. ونروح على السؤال اللي بعده. لا اصلا هم مش كتير يعني، احنا كسبنا بطوله افريقيا واحده فلازم كل الاسماعيليه يبقوا عاملين لنا تاتو كده على حياتهم. يا رب نكسب. نروح السؤال اللي بعده وارد لك حبيبنا ماكس. عبد الله يقول لك ما اسم الكوره في كاس العالم 2010؟ 2010 2010 كان في جنوب افريقيا صح؟ جابولاني تقريبا جابولاني.
الجواب صحيح. ايوه اعمل لك السبيلنج بتاعها جي اي بي يو. لا 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 انا جانا الله وفين الرقم القياسي انا ما مرستش الرقم القياسي. لا لا صح وارد لك عبد الله جابوا لنا اجابه صحيحه. تمام انا اسف عبد الله اللي بعده ونرجع دائما يحس بالذنب الضيف لما يجاوب صحيح ونروح السؤال اللي بعده. نرجع للمصارعه بما انك من متابعين المصارعه. طبعا هو بيقول زي كذا شيمس باقي له لقب ويحقق الجراند سلام. تمام فيا ترى ما هو اللقب؟ هو مدي اختيارات؟ في خيارات. طيب قول لي كده الاختيارات. الولايات القارات واوروبا. طيب هو لقب اليوروبيان ده اتلغى من زمان خلاص ما بيلعبوش دلوقتي ففي الولايات والقارات. شيمس كسب الانتر كونتيننتال فيتبقى الولايات يونايتد ستيتس. جوابك النهائي ايش؟ اي واحد دقيقه. يونايتد ستيتس. ايش هو جوابك؟ اللقب بتاع الولايات اللي هو يونايتد ستيتس. ولايات. انت بما انك جبت كل شيء صح واستثنيت اوروبا زي ما قال هو وجبت شيمس ايش جاب؟ بس هو كاتب الجواب القارات يمكن هو غلط. لا 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 يبقى هو صح. ما هو هما اللقبين دول القاب ميد كارد كده عامله زي لما تكسب كاس الكرباو او كاس الاتحاد هو شبه بعض فهو يبقى صح. عايش يا معلم مبروك عليك. القارات؟ ممكن يبقى القارات. جواب صحيح. جواب غلط. جواب غلط. لا انا ما قلتش القارات انا قلت يونايتد ستيتس فجوابي انا غلط. ايوه وهو بقول. جوابه صح القارات. والف مبروك الجائزه. باقي جائزتين اصلا 200 و250 واتوقع هنزيد الجوائز لانه صراحه ميدو خاش. ايوه يوزع فلوس. 250 200 الف كوينز. الف مبروك. خلينا نزيد الجوائز حبتين كده. السؤال اللي بعده كالتالي من اسمه صعب تعوب. تعوب. ما هو المنتخب اي والله تعوب. ما هو المنتخب الافريقي الذي وجه الصدمة وفاز على المنتخب الفرنسي حامل اللقب في المباراة؟ السنغال. السنغال 2002. السنغال. السنغال. جي جي هارد لك تعوب. السنغال صراحة سؤال متعوب عليه. لكن انت تخيل دي اول مرة اشوف كاس العالم لايف فيها في حياتي. كنت خلاص كان صح. 2002 فعلا اول مرة في حياتي وكنت بقى داخل اشجع فرنسا اساسا. ونروح السؤال اللي بعده من حبيبنا خالد. باقي سؤالين. يلا الحين هيكون في بين السعودي والمصري كاس السوبر السعودي المصري. تمام. 2001 2001 بين الاسماعيلي كان... والهلال. الاسماعيلي والهلال احنا خسرنا ده. طيب خسرته كم؟ بص هو اغلبيه فرق مصر في الفتره دي كانت بتخسر اي بطوله قاريه تطلع تلعب فيها تخسرها 2-1 وكنا احنا دايما بنجيب الجول الاول فاحنا خسرنا 2-1 يا 3-1 وانا لو قلت لك اديني اختيارات هتقولهم لي فانا هقول 2-1. جاب نهائي. تحليل منطقي سبحان الله. انت ومهدي دائما لما تحللوا توصلوا للسؤال للجواب. يا رب. جواب صحيح 2-1 ودي حاجة انصح بيها كل الناس اللي داخلة في الفوازير بعد كده. قول السؤال تاني هتلاقيك جاوبت على طول. جي جي يا خالد. ونروح على السؤال الاخير. تمام. ايهم يقول لك. تمام. لا وكمان بيقول لك لو تتابع مصارعة يعني لو تتابع مصارعة فعلا خذ ذا السؤال. ماشي. ثلاث نجوم فقط تمكنوا من الفوز بحقيبة ماني ان ذا بانك. من هم؟ ثلاثة بس اللي تمكنوا من الفوز بيها؟ الله أعلم. ده بيكسبوها من سنة 2005. لا ما ده في كتير يعني هقول ماني ان ذا بانك مثلا كمباراة لوحدها اتعملت في الريسلمانيا 21 وفضلت مكملة بعد كده وبعد كده عملوا لها مهرجان خاص فأكيد السؤال ده فيه حاجة غلط. يعني هو مثلا قصده ثلاثة مثلا اتمكنوا ان هم يكسبوها وما عملوش كاش ان اللي هو ما عملوش ان هم يستخدموا الحقيبة مش فاهم. طب نستبعد السؤال ده ونخش على الهاشتاج ناخد كده سؤال على السريع. تمام. طبعا هسألك سؤال مكرر في الحلقة الماضية من حبيبنا الأستاذ محمود. تمام وكده كده عشان نقول للناس انا لسه ما شفتش يعني الحلقة بتاعت الأستاذ محمود لسه ما نزلتش واحنا بنسجل وصراحة هو نفس الشخص وهذا رزقه يا اخوان يعني. انا بس دخلت الهاشتاج قاعد اشوف اقرب سؤال عشان لا هيكسب مرتين كده لا هو خسر. أوه. جابها هناك فهنعطيه فرصه ثانيه. صح انه في اسئله كثير لكن والله هذا اللي جاء وهذا رزقه. لا انا مش ما هو مش جمع عارف أجيب كلمه اللي جابها بس محمود ابدا. ما هو جمع كلمه اخطبوط؟ اخطبوط بقوله بحمار يا صاحبي. طب في اي اختيارات؟ لا والله ما حط اختيارات. طيب خلاص انا هقول اخطبوط اخطبوطات او اخطبوطات وانا عارف ان هي غلط فمبروك عليك يا معلم ومبروك على استاذ محمود مهدي وانا يعني ما كنتش بنجح في العربي ابدا.
اعطيك الكلمة؟ ما انا عايز اعرف الكلمة، عندي فضول بعرف الاجابة، ما انا خسرت خلاص، عايز اعرف الاجابة بقى. اخاطب. ايه؟ اخاطب. اخاطب. ماشي، الحاجة اللي مش هشوفها في حياتي الخطوبة دي. خش خش على الجائزة. نخش على طول على الجائزة وكده يكون كده يكون وصلنا لنهاية الأسئلة وحنخش على آخر فقرة دحين. تمام. بس خليني أحسب لك أنت كم أصلاً بقي لك. ألف مبروك حبيبنا، 100,000 كوينز رزقه يا أخوان. صح إنه جاء مرتين بس خسرت في المرة الأولى، لكن والله هذا من أول الأسئلة اللي جت. اللي ما تلاقيهوش عند محمود مهدي تلاقيه عند ميدو شاتكور. يلا يلا جاهز؟ جاهز. بسم الله. هتعطيني حروف عربية عشوائية خمسة. تمام. عشان خمسة. أحطها في الدوامة بس. طيب، ومن غير ما أفكر فيهم بسرعة صح؟ أيوه. ريه واو. ماشي مكرر هقول لك تغيره. ألف. ألف. تمام. ألف مكرر مكرر غيره. ألف مكرر. طيب. ريه. راء. حلو. واو. واو. حلو. نون. نون. كاف. جميل. كاف مكرر. ميم. ميم. جميل. في تاني ولا إيه؟ خلاص كده. كمان واحد. لام. لام مكرر كمان واحد. دال. لا دال مكرر. طب ايش رايك انا احط حرف كده؟ طب ماشي تا. لا تاجه. ذال مثلا تحت تحت الاسكيب كده ما حدش هيجيبها. هنقعد فيه لغايه بكره ده. ايوه ذال هنتكي فيه. يا حطيت يا. ماشي اوكي يلا بسم الله. اول ما اقول الحرف ابدا اكتب الخمسه واول واحد هيرسل هو الفايز. تمام. والدائره تدور الان والحرف هو النون. نون. نبات. نبات ايه؟ انا مش هنوقف في النص. انت خلصت خلاص. انت خلصت. انت خلص. انت فين وصلت؟ انا في حيوان حضرتك. انا خلصت لكن ممكن اخسر كل شيء دحين الين اتاكد. الاسم نور. نور. والحيوان نورس. انا كتبت نعجة. والجماد برضو نور اللي هو النور. لا ما ايه 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 يا حاج يا حاج ايه نور يعني نور نور ايه؟ في نور لمبة، في نور LED، في نور سوفت بوكس بينورني دلوقتي. كلهم جماد. طيب كلهم كلهم جماد. ماشي ولا احد منهم بيتحرك. نرجس نبات. تعال نشوف يا جماعة. انا ما خسرتش بسبب على عكس الاقاويل، على عكس الاقاويل اللي بتتقال. انا ما خسرتش عشان بكتب على الموبايل، انا خسرت علشان انا دماغي مش سريع على الدرجه دي، انا بعترف. طلع نبات. سبرينج فلاورينج. هو نبات يعني من الصور واضح انه نبات الحمد لله. تمام. ويقول لك انت نرجسي كده وحاجات كده. انا خفت عشان نرجسي من كلمه نرجسي، قلت لا هذا شكله مو نبات. لا لا لا. اتذكر جي جي انه كان في نبات جي جي يعني. والله انت كان باقي معك 1500. راحوا والالف. وزي الحلقة الماضية صراحة محمود محمود ايوه محمود مهدي بعد ما فاز اختار انه هتروح لجمعية خيرية، وانا برضو فزت بال 1500 انها تكون لي، وبرضو في الحلقة هذه هتروح لجمعية خيرية بما اننا في رمضان. وانا كمان والله يكتب الاجر للجميع. والحمد لله يعني حلقة جميلة ان شاء الله عجبتك. وان شاء الله استمتعت معنا حبيبي ميدو. انا مبسوط والله. انا مبسوط والله. وانا مبسوط بهرشة بالبورة. الدماغ اللي احنا عدنا فيها دي. ويا رب اكون كنت خفيف على المتابعين عندك في القناة. انا اتعلمت ان دماغي ما بتمشيش بنفس سرعة الرميات اللي عندي في الجهاز، فدي حاجة كويسة الحمد لله. لا لا ضيف خفيف. وصراحة يعطيك العافية على الحضور، شرفتنا في القناة. شكرا. الف مبروك للفائزين. دلعكم ميدو اليوم. يمين يسار دلع. يمين يسار سانتا كلوز الفوزي. جايب لك شنطة الهدايا في ايدي. الف مبروك الفايزين. هارد لك الخاسرين. قناة ميدو تحت في الديسكريبشن، والضيف الجاي حيكون برضو في تويتر في المثبتة. بعطيكم العافية يا اخوان على المشاهدة. قربنا خلاص على نهاية السلسلة، توقع باقي حلقتين زيادة. كل سنة وانتم طيب. نشوفكم ان شاء الله في المقاطع الجاية. كل سنة وانتم طيب ميدو. كل سنة وانتم طيب المشاهدين. مع السلامة.